تأهيل وصيانة مدخل بغداد بسماية المرحلة الثانية. أعمال المدخل تتضمن تنفيذ طرق من خلال التعريض الطريق الرئيسي اللي يكون 16 متر، إضافة إلى جزرة وسطية بسبعة متر، وطريق خدمي بعرض 8 متر وللجانبين. أعمال الطرق تتضمن فقرات تبليط من خلال طبقتي أساس وطبقة رابطة وطبقة سطحية مبلمرة، إضافة إلى أعمال التأثيث ممثلة بأعمال التخطيط الحراري وأعمال الحواجز الكونكريتية وأعمال الإنارة. أيضا يتضمن أعمال المقاولة تنفيذ 8 جسور، 4 جسور فوقانية لعبور المركبات للجهتين، 2 منها في المرحلة الثانية و2 ضمن طريق المرحلة الأولى لطريق بغداد كوت. كذلك يتضمن تنفيذ 3 جسور مشات، إضافة إلى جسر الرستمية في الموقع الحالي. جسر الرستمية من الجسور المهمة وتمثل بتنفيذ جسر ثاني موازي للجسر الأول بثمان فضاءات وبطول تقريبي بحدود 180 متر ومقتربات 250 متر. يتألف المشروع من توسع الطريق الرئيسي للجانبين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمي جديد وجزر وسطية. فضلا عن ذلك هناك 8 جسور قيد الإنشاء، 5 منهم سيارة و3 منهم للمشاة. ومن ضمن هذه الجسور السيارة جسر الرستمية. نسبة الإنجاز حاليا في المشروع تفوق 55%، والأعمال مستمرة وبوتيرة عالية للإنجاز بأسرع وقت.